استنى شوي. انت شو عم تعملي؟ انا بحب الزيتون. وانا كمان بحب الزيتون. وشو هاد؟ عاطيني قطعه فاضيه. شو بدك تاخذ الكاتشب والزعتر معك على البيت؟ حط لي شوي من الاثنين. ما معي كاتشب يا مرتي، بس معي زعتر. أنا خلصت وصار لازم روح تأخر. طيب اسمعي استني شوي، بس لحظة بس لحظة، خدي كلي لقمة لسا. ميت ما بقدر، بدي كمل شغلي، لازم بدك تشتغلي كل النهار. كلي يلا. تأخرت كتير بس ميت. هي لقعة شو عملت؟ إذا ما أكلتي ما بعطيكي تقييم 5 نجوم. يلا كلي. بالأحسن إلك تعطيني تقييم منيح. فكر بالموضوع. أنا رايحة. يلا روحي بسرعة. تذكر حتى قبل ما يرجع تيجي يا عمي، أنا كنت رضيانة ومستعدة إني استناه كل حياتي، وهلأ بعد ما رجع لهون كيف ممكن بلش حياة جديدة؟ بس قلي كيف بنتي حبيبتي. أنا إذا بدي فكر كقبل تيج رح صير أناني تجاهك، ورح أطلب منك ترجعي. أنت غالي علي، ولأني مثل أبوك رح أطلب منك إنك تحاولي تنسي تيج وما تزعلي أبدا. أنا عن جد بدي إياك تروحي، بدي إياك تبلشي حياة جديدة وتعيشي بسعادة. أنت ما عاد إلك شي هون، انت قضيتي جزء كبير من حياتك ببيتنا قاعده عم تنطري تيج ابني. مرت ايام وانت عم تتوجعي. انا ما بدي اياكي تتعذبي اكثر وانت ناطره يصير شيء مو مضمون، وما بدي اياكي انك تقضي الجزء الباقي من حياتك وانت ناطره انه تيجي يتذكرك. مستحيل بنتي، وضع تيج مو منيح نهائيا. انت ما رح تقدري تكملي حياتك معه بهي الطريقه. بنتي الافضل الك انك تتركي هذا البيت وانك تقضي حياتك بسعاده مع رافي. انت لازم تروحي تعيشي مع زوجك. حبيبتي بعرف انه هذا الشيء صعب عليك كثير، بس اسمعي كلمتي لاني مثل ابوك. انت بنت منيحه، يلا روحي على بيتك.